مرحبا طلاب، إن شاء الله كلكم زينين وأوقاتكم كل أوقات وأنتم بخير وبصحة وسلامة. بمحاضرة الفاتت إحنا شرحنا، أو خلينا نقول بمحاضرة الفاتت إحنا كملنا السلسلة اللي بدينا بها حول الويندوز فيتشرز، الخصائص الموجودة بالويندوز، وأيضا وكملناها أو شرحنا عفوا وأيضا شرحنا بها كل مسؤوليات كل خاصية من الخواص اللي كانت موجودة بنظام ويندوز 7 ما كانت موجودة بالإصدارات قبلها، أيضا طبقناها وشوفنا الفيتشرز هم بالويندوز 7 وهم بالويندوز 10. طيب بمحاضرة اليوم رح نتعرف على أنواع الويندوز 7، تمام؟ احنا نعرف انه عندنا أنظمة تشغيل، كل أنظمة تشغيل وأنظمة تشغيل الحاسوب أو أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر بشكل عام أكو أنواع مختلفة، كل نوع بمزايا يختلف عن النوع الثاني. مثلا انتم كمرحلة ثالثة تدخلون أنظمة تشغيل الويندوز 1 بمادة ورك ستيشن، وبنفس الوقت عندكم أنظمة تشغيل لينكس. من انتم تشتغلون على هاي النظامين مختلفين راح تعرفون الفرق بيناتهم من ناحية الإيجابية أو من ناحية السلبية، من سهولة الاستخدام أو من ناحية اللي استخدام النظام راح تكون أي واحد من عندهم راح يكون صعب. إحنا بمحاضرة اليوم اللي خلال المادة مالتنا إحنا دا نركز على ويندوز 7، تمام؟ وخلينا نقول دي نركز على أنظمة تشغيل الويندوز سواء كانت 7 أو 10، لأن قلنا هم متشابهين لكن أكو اختلاف بين الواجهات الرسومية وإضافة إلى بعض البروبرتيز اللي ما كانت موجودة بالسبعة حاليا موجود بالعشرة. فاليوم إن شاء الله راح نتعرف على types of Windows 7. يعني أنا مثلا أريد أعرف إنه أخلي بحاسبتي أو أسوي install أنصب نظام تشغيل على جهاز الحاسوب، مثلا أريد أنزل حاليا خلي نعوف العشرة راح نحكي على السبعة، مثلا أريد أنزل أو أنصب نظام تشغيل ويندوز 7 على حاسبتي. طيب ويندوز 7 عندي عدة أنواع بي، تمام؟ عندي 6 أنواع مختلفة، يا نوع من عندهم مناسب لحاسبتي أو يا نوع من عندهم أسهل استخداما، يا نوع من عندهم الخصائص الموجودة بي رح يساعدني. نقدر نقول ويندوز 7 تايبس هي مشابه لأي قطعة إلكترونية، نقدر نشبهها لأي برنامج آخر من ناحية التايبس. يعني مثلا شلون أنا أريد أشتري موبايل، أوكي أروح أقول أخذ موبايل من شركة سامسونج، أوكي شركة سامسونج كم إصدار موبايل عندها؟ ممكن تكون عدد كبير من أنواع أجهزة الموبايل من نوع شركة السامسونج دي ينتجها دي سيولو برودكت وتكون موجودة. أنا راح أشوف ياهو مناسب إليا، تمام؟ من ناحية المواصفات، من ناحية الجانب المادي راح تكون مناسب ويا المواصفات اللي أنا أحتاجها راح أشتريها. مثلا نجي على شركة الأبل راح نشوف عندها عدد إصدارات من الموبايلات أبل، تمام؟ من موبايلات آيفون بعدة إصدارات، كل إصدار راح يكون به مميزات يختلف عن الإصدار اللي قبلها. فبهاي الحالة نقدر نقول إحنا نختار موبايل اللي راح يناسبنا هم من ناحية المادية وهم من ناحية البروبرتيز اللي أو الخصائص أو المميزات اللي البرودكت أو خلينا نقول الموبايل راح يوفرها إليا. فمن أنا أريد يكون عندي حاسبة وأني أشتغل على النظام على النظام 7 أو نظام الويندوز عن طريق استخدام جهاز الكمبيوتر سواء كانت مكتبي أو سواء كانت اللابتوب، فبهاي الحالة أنا لازم أعرف يا نوع من أنواع الويندوز أختار، تمام؟ يا نوع من أنواع الويندوز راح أختار حتى تكون مناسب لجهاز الحاسوب مالتي، حتى تكون مناسب للكمبيوتر مالتي. يعني شلون احنا نشتري موبايل حسب مواصفات اللي نحتاجها. مثلا انا يهمني اخذ موبايل كاميرته وشاشته تكون زينه، اكو شخص يهمه انه ياخذ موبايل شحنه ماله يكون اهم من كل شيء وشحنه يبقى المده اهم من الكاميرا ومن الشاشه يما. فمثلا شخص يريد يشتري موبايل بس هذا الموبايل يكون باتصاله بشبكة الواي فاي أقوى من جهاز آخر إنه اتصاله بشبكة الواي فاي راح تكون بطيء. فكل واحد بينا إحنا نشتري موبايل حسب احتياجاتنا إضافة إلى حسب المبلغ المادي اللي ممكن نقدمه. من هنا يجي أسوي فورمات للكمبيوتر مالتي ونزل عليها أو أنصب أسوي إنستال للويندوز. بهاي الحالة لازم أعرف يا ويندوز أختار، خلينا نحكي على 7 مثلا، ويندوز 7 يا نوع أختار. عندي 6 أنواع، أول
نوع starter، بعدين home basic، بعدين home premium، عندنا ultimate، home professional، enterprise. كل نوع من هاي الأنواع من ويندوز بخاصية موجود موجود مثلاً بالنوع الأول، بنوع الثاني ما موجود، أو بنوع الثاني موجود، بالثالث والرابع هذه الخاصية ما موجود. مثلاً إحنا عندنا ويندوز 7 starter، ويندوز 7 home basic، ويندوز 7 home premium. هاي ثلاث أنواع، تمام، هاي ثلاث أنواع الأولى من أنواع الإصدارات الويندوز موجودة، عفواً راح يساعدني في حال الحاسبة، الجهاز الكمبيوتر اللي أنا راح أشتغل عليه، جهاز الكمبيوتر اللي أنا راح أستخدمها راح استفاد من عدة في حال إذا كان مواصفاتها قليل، يعني مواصفات الجهاز ما كان عالي. مثلاً إذا نروح نشوف بروبرتيز مال أي كمبيوتر ردوا تشوفوها، نروح على this PC أو my computer، بعدين right click نختار properties. هنا راح نجي نشوف شنو، راح نجي نشوف processor، راح نجي نشوف الرام همينة. في حال إنه البروسيسر مالي كان مثلاً قليل جداً، بروسيسر مثلاً core i3 أو عندنا أقل من core i3 همينة، نوع من أنواع البروسيسرات اللي ما بي core i وإنما هو بروسيسر اللي هو يعني خلينا نقول يشتغل كلش عادي، مو سريع، متوالم ويا أجهزة الحاسبات أو أجهزة الحاسوب اللي مواصفاته قليلة جدا، مواصفاته مو عالية أبدا. بعدين راح نجي نشوف الرام، يعني مثلا أكو رام بواحد جيجا، عندنا رام 2 جيجا، أكو 3، أكو 4. مثلا إذا كان أكو الحاسبة رام ماله كان 1 جيجا أو بروسيسر ماله أقل من Core i3، فبهاي الحالة استخدام أحد هاي الأنواع اللي هم Starter، Home Basic، Home Premium مناسب أكثر من استخدام Windows 7 Ultimate أو Home Professional أو Enterprise. ففي حال مواصف بكل بساطة بين قوسين نقدر نقول في حال إنه مواصفات جهاز الكمبيوتر مالتك كان بطيء أو مواصفات الكمبيوتر مالتك كان قليلة من ناحية بروسيسر، من ناحية الرام، ومن ناحية من ناحية النظام، يفضل استخدام أحد هاي الثلاث أنواع. ليش؟ لأنه الحاسبة راح يكون أداءها، يعني سرعة أداءها محددة جدا، ما راح يكون أداءها سريع جدا ولا راح تكون ما راح يكون سريع جدا حتى أنا يقدر أشغل عليه بروفيشنال أو إنتربرايز أو ألتيميت. ولكن إذا شغلت على حاسبة ستارتر أو هوم بيسيك أو هوم بريميوم راح يكون مناسب ويا المعدات الجهاز. لكن هنا أكو نقطة اختلاف، هنا مثلا إذا أكو مواصفات موجودة بال Ultimate، Professional، Enterprise ما موجودة بالستارتر، Home Basic، Home Premium. مثلا Uplocker وBitlocker اللي احنا بداية السنة أخذناها ما ممكن استفاد من استخدامها داخل Starter، Home Basic أو Home Premium، أما بالUltimate وبالEnterprise راح تكون هاي الخاصيات موجودة. مثلا إذا أنا أريد هسه هنا بالكيبورد، إذا تركزون أنا عندنا ثلاث لغات، تمام، انجليزي، عربي، كردي. لكن اذا استخدمت ستارتر او هوم بيسك او هوم بريميوم بهاي الحاله النظام النظام الويندوز للكتابه راح يدعم لغه واحده بس، يعني اذا كانت اذا كانت الويندوز انجليزي راح يبقى الكيبورد انجليزي، اذا كانت العربي راح يبقى عربي، وهكذا. فبشكل عام، تمام، فبشكل عام الستارتر، هوم بيسيك، هوم بريميوم هي متوالم أكثر ويا الحاسبات أو ويا أجهزة الكمبيوتر اللي مواصفاتها قليلة ومحددة. أما ألتيميت، هوم بروفيشنال أو إنتربرايز هي أفضل استخداما، تمام. ليش؟ لأن بي جميع احتياجات، بي جميع الخواص اللي يوزر يحتاجها. مثلا بالألتيميت من ناحية دعم اللغة يدعم أكثر من لغة، من ناحية الفيتشرز دي يدعم البيت لوكر والأب لوكر أيضا، من ناحية الـ خلينا نقول النظام خفيف جدا، يعني من نزل على جهاز الحاسوب راح نشوف أنه هو نظام خفيف وسلس أيضا بالشغل. وعندنا إنتربرايز اللي دائما ويندوز إنتربرايز الشركات يستخدموا أجهزتهم الحاسوبة، أجهزتهم أجهزتهم الحاسوب يستخدموا أكثر من النوع البروفيشنال والألتيميت أو بقية الأنواع ذكرناها. فهذا بالنسبة لويندوز 7 تايبس. زين إحنا شو نعرف ويندوز اللي إحنا موجود على الجهاز كمبيوتر مالنا يا نوع؟ مثل ما قلت رايت كليك، تمام، على ماي كمبيوتر، بعدين بروبرتيز، هنا بجزء
بجزء الأول هنا مكتوب Windows Edition يعني إصدار الويندوز 10 يا إصدار مثلا هنا مكتوب Windows 10 Enterprise. إذا كانت السبعة راح ينكتب Windows 7 مثلا Ultimate 7 Professional 7 Enterprise 7 Home Basic 7 Home Premium 7 Windows 7 Starter فحسب الويندوز اللي احنا نزلناها. وطبعا اكو ملاحظة بسيطة ما ننساها، في حال انه انا سويت فورمات لحاسبتي نزلت ويندوز 7 هوم بيسك تمام، زين رزت اغيره بكل بساطة احنا نقدر نغيره، نروح نجيب نسخة اخرى من ويندوز مثلا راح نجيب ويندوز 7 التيميت ونبدي بعملية الفورمات. فبهاي الحالة راح نغير نوع الويندوز من ستارتر الى التيميت او مثلا من هوم بيسك الى بروفيشنال وهكذا من النوع اللي انتو تريدوها. لكن مثلا في حال انه حاسبة مثلا مواصفاته قليلة رام واحد او بروسيسر كور اي 3 او اقل من عنده مواصفاته قليلة جدا مجرد للتصفح يستخدم، في حال نزلت على الحاسبة انتر برايس او نزلت على بروفيشنال راح نشوف انه استخدام راح يهلك المعدات الجهاز، يعني البروسيسر راح يتعب، الرام راح يتعب، راح يشتغل اكثر تمام، يعني خلينا نقول راح يستهلك النظام، راح يستهلك الجهاز. فبهاي الحالة ليش؟ لأن ما متوالم المواصفات، هذه الأنظمة عالية ومواصفات الحاسبة محددة، فهنا راح يكون تناقص بيناتهم. فبهاي الحالة راح تصير عملية استهلاك للمعدات أو القطع الهاردوير اللي موجودة بالجهاز. طيب إذا إحنا كلش زين نعرف إنه شركة مايكروسوفت وقفت كل دعمها لنظام الويندوز 7 تمام، كل الدعم من ناحية الأبديتات والناحية النسخة النسخة اللي موجودة من ويندوز 7 كامل الدعم للويندوز 7 توقف. ليش؟ لأن بشكل كامل انتقل شركة المايكروسوفت إلى استخدام أو اعتبار ويندوز 10 هي أحد أنظمة الأساسية من أنظمة المايكروسوفت، عفوا من شركة المايكروسوفت لأنظمة التشغيل اللي هي ويندوز 10. طيب بالويندوز 10 كم نوع عندي؟ كل نوع شنو ميزاته وشنو خصائصه، او بشكل عام ويندوز 10 شنو راح يوفر ليها؟ ان شاء الله هسه راح اعرض لكم اياها عن طريق منصه او خلينا نقول عن طريق موقع الرئيسي لشركه مايكروسوفت. طيب هسه انا هنا فتحت موقع المايكروسوفت، هنا خلال موقع المايكروسوفت فتحت المقدمة الويندوز 10. مثل ما احنا نعرف كل جدين انه قبل فترة ويندوز عفوا مايكروسوفت وقف جميع التحديثات والدعم للويندوز 7 وصار يعتمد على ويندوز 10 كنظام اساسي، بحيث انه كنظام أساسي من أنظمة اللي دي يصدرها أو دي ينتجها شركة مايكروسوفت. هناك تعريف للويندوز 10 كاتبين، كاتبين أنه ويندوز 10 بكل الأدوات اللي إحنا راح يساعدنا حتى نشتغل القيام بالمزيد، يعني إحنا نقدر نعتمد على استخدام عديد من السوفتويرات والبقاء آمنا بدون ما نخاف أنه سيكوريتي مالت السوفتويرز والنظام اللي إحنا نشتغل عليها تكون غير آمنة. يقول باستخدام الويندوز 10 ما راح يكون عنده مشكلة من ناحية السيكوريتي والتبسيط إدارة الأجهزة تكنولوجيا المعلومات، وراح يساعدنا إنه إحنا نشتغل على أجهزة الآي تي تمام، الأجهزة تكنولوجيا المعلومات يعني يدعم إدارة أجهزة الآي تي بشكل بسيط جدا طبعا عن طريق تفعيل خاصية الكلاود. هنا مخلين فيديو تعريفي عن ويندوز 10. هنا تعرضت لنا الأجهزة اللي يدعمها ويندوز 7 مثل أجهزة IoT مثل روبوت مثل التش سكرينز مثل السوفتويرز اللي مشابه للإكسل. What if there were the tools to help simplify things, put change to work with Windows 10 and reduce the complexity of managing today's IT device environment? With intelligent security, using the cloud and AI to manage threats before they become threatening. With simplified updates, using insights to minimize risks and disruptions. With flexible management on your terms to support on-premises, cloud, or both. And with enhanced productivity that allows employees to collaborate and work more efficiently to free up the most important resource. You
so you can lead the change. 10 ممكن تشغيلها على الهواتف ايضا. فهاي الفيديو البسيط عن التعريف للمجالات اللي يدعمها الويندوز 10. طيب هسه مثلا على صفحة ثانية من موقع مايكروسوفت فتحت الإديشن مالتي الويندوز، أو خلينا نقول ويندوز 10 إديشن، الإصدارات أو أنواع الموجودة بالويندوز 10. هنا راح نشوف عدة أنواع، منها ويندوز 10 هام، ويندوز 10 للموبايل، ويندوز 10 برو، ويندوز 10 إنتربرايز، ويندوز 10 إدوكيشن، ويندوز 10 موبايل إنتربرايز. كل نوع من هاي الأنواع بخصائص موجودة بالنوع وموجود بالنوع الآخر. طبعا تقدرون تقرون كل هالتفاصيل بمنصة بموقع المايكروسوفت اللي راح أخليكم ياها بالديسكريبشن والفيديو. لكن اللي مهم بالنسبة لنا إنه إحنا نعرف إنه أنواع الإصدارات الموجودة بالويندوز 10 هما الهوم برو إنتربرايز إدوكيشن موبايل إنتربرايز. شنو مميزاتهم أو شنو الاختلاف بيناتهم؟ مثلا بالنسبة لويندوز 10 هام، هذا النوع عادة يفضل استخدامها للأجهزة الحاسوب الشخصية أو أجهزة الحاسوب اللي بالمنزل، على مثل يعني اسم على المسمى. ونفس النوع راح يجي ويا كل التطبيقات اللي مستخدم راح يحتاجها، مثل الماوس، مثل تاكس، مثل ويندوز الايجيد، او خلينا نقول انترنت اكسبلورر. ايضا يدعم الالعاب الجيمز اللي ممكن اي واحد يقدر يدخل عليها ويستخدم الالعاب اللي هو يحب انه يصير بعملية الجيمينج. وبنفس الوقت يدعم خاصية التسجيل دخول، يعني احنا نعرف أجهزة اللابتوب بمواصفات مختلفة، اكو أجهزة اللابتوب بالبصمة ينفتح، اكو أجهزة اللابتوب بالصوت، اكو أجهزة اللابتوب عن طريق فيس ريكوجنايزر، وايضا اكو عن طريق الباسورد. فبالنسبة لخاصية الويندوز 10 دي يدعم أجهزة اللي راح يسوي بيه تسجيل دخول عن طريق خاصية الهلو أو عن طريق التعريف الوجه أو بصمة العين. طبعا هذا بالنسبة للهوم. أما إذا نجي للبرو، العشرة برو، هذا مكتبي أو الشركات الصغيرة أكثر شيء يستخدموها. وبالبرو عندنا خاصية يسموها Windows Update Business، يعني بتحديثات، بس مثلا تحديثات معينة. أنا ما أريد أحدد التطبيقات اللي عندي، بس أريد أحدد السكيورتي أو الأنتي فيروسات الموجودة بالنظام فقط، لا أقل ولا أكثر. بالنسبة للإنتربرايز هو أكثر شيء موجه للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم، وبخاصية فوليوم لايسنس، يعني مثلا ممكن أنا كشركة أشتري نسخة من النسخ الويندوز 10 إنتربرايز وراح تكون نسخة أصلية، وممكن ينطيني صلاحية أنه أستخدم بعدة أجهزة وقت محدد أيضا، يعني راح ينطيني رخصة أو راح ينطيني لايسنس أنه أستخدم نسخة واحدة من إنتربرايز على عدة أجهزة، وطبعا حمايته أعلى من أنواع قبلها. إضافة هذا الشيء ممكن ينطيني إضافة هذا الشيء بخاصية تحديثات اللي محددة، يعني مثلا ممكن أحتاج تحديثات تطبيقة، ممكن أحتاج تحديث النظام بالكامل، ممكن أبدي بعملية التحديث الخصائص اللي متعلقة بالسيكوريتي. عندنا إيجوكيشن اللي خاص بالجامعات والأكاديميات، عندنا نوع الموبايل اللي هو نوع اللي راح يشتغل على أجهزة الهواتف والأجهزة التابلت اللي ما بي اللي معالجاتهم من نوع الانتل أو ARM راح تكون. خلينا نقول بمعنى آخر، أجهزة الموبايل اللي يدعم اللمس، وبخاصية أنه يحول واجهة الموبايل إلى واجهة سطح المكتب، يعني يحول شكل جهاز الموبايل واجهة الديسكتوب مالت الجهاز، عفوا الواجهة الشاشة الرئيسية مالت الموبايل إلى واجهة الكمبيوتر، لأنه يحوله إلى ديسكتوب سطح المكتب. طبعا هذا الشيء بعد ما احنا نربطه بشاشة أكبر حجما. وعندنا النوع الآخر موبايل انتربرايز، هو مشابه لنوع الموبايل لكن بمواصفات وخصائص أكثر من النوع الأول.
من ناحية الحماية، من ناحية إدارة البرامج والتطبيقات أيضا، وبنفس الوقت بتوفر في الشركات اللي يحتاجونها للاستخدام بالاستخدام وتجربة التطبيقات اللي ينتجوها للأجهزة الموبايل. طبعا هذا بشكل عام التايبس مال ويندوز 7، ونفس الشيء ويندوز 10 تايبس، يعني تايب مال ويندوز 7 أو تايب ويندوز 10. فأنتو كيوزر يبقى يمكن تستخدمون ويندوز 10 أو تستخدمون ويندوز 7. بنفس الوقت أرجع إلى أهم نقطة، هنا عندنا لازم نعرف مواصفات الحاسبة من ناحية الرام ومن ناحية البروسيسر أيضا حتى أقدر أختار النسخة المناسبة. يعني في حال إنه بروسيسر مواصفاته قليل أو الرام مالتي قليل، ما ممكن إنه أستخدم نوع الهام، أو ممكن أستخدم ما ممكن نستخدم نوع الانتربرايز أو نوع البروفيشنال، لكن يفضل استخدام مثلا النوع الهام من أنواع الويندوز 10، وهكذا بالنسبة للويندوز 7 أيضا. فإحنا راح نحدد احتياجاتنا للحاسب للنظام اللي راح احتياجاتنا للجهاز الحاسوب، بعدين اعتمادا على مواصفات الجهاز الحاسوب اللي عندنا راح نختار نوع الويندوز اللي ممكن احنا ويا عملية الفورمال ننصبها على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا، نستفاد من مزايا اللي موجودة بالأنظمة التشغيل سواء كانت الويندوز 10 أو سواء كانت الويندوز 7. طبعا اذا ترجعون لمنصة موقع الرئيسي لمايكروسوفت راح تشوفون هواية تفاصيل أخرى موجودة بي، مثلا المواصف الفرق بين ويندوز 10 هام ويندوز 10 بروفيشنال، فشنو المزايا الموجودة بالعشرة برو، المزايا اللي ما موجودة بالهام، فكل هالتفاصيل تشوفوها. في حال نحتاجت انه تسوي له داونلود بنفس الوقت بالموقع بنديكم التفاصيل انه شلون تبدون تسوون عملية الداونلود ديسك ايميج سواء كان ويندوز 7 او سواء كانت ويندوز 10. أتمنى استفادتوا من المحاضرة، لأن متأكدة تعرفتوا على كمية معلومات جديدة وواجهات رسومية جديدة شفتوها. أي تفاصيل أي استفسار عندكم كتبوها بالتعليقات.